لمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من عكا عايدة توما سليمان، نائبة عن الجبهة الديمقراطية في القائمة المشتركة بالكنيست الإسرائيلية. في ظل المظاهرات الضخمة التي موجودة في إسرائيل، لا يملك نتنياهو غير التصريحات المباشرة لهم ووصفهم بأنهم حضانات لفيروس كورونا بعد اعتقال 12 شخصا. هل فقد نتنياهو الحلول لمواجهة هذه المظاهرات والمطالب؟ أولا مساء الخير. أعتقد يعني بأنه من الواضح أنه أزمة نتنياهو كبيرة جدا، وهو مأزوم لعدة أسباب. هو مأزوم بسبب أزمة الكورونا وتداعياتها الاقتصادية الاجتماعية وعدم قدرة حكومته على تقديم أي من الحلول المنطقية والتي بإمكان الجمهور يعني أن تساعد الجمهور الإسرائيلي في تجاوز الأزمة. وهو أيضا مأزوم لقرب بداية المحكمة التي يواجه من خلالها التهم بالرشاوي وبسوء الأمانة، استعمال الأمانة، وهي يعني جلسات ستكون 3 جلسات أسبوعيا، مما ينتقص أولا من هيبته وسطوته و يجعل أيضا التراجع في ثقة الجمهور فيه كبيرة، وترتفع أصوات تطالب بأن يتخلى عن كرسي رئيس الحكومة. وهو مأزوم أيضا لقرب موعد تسليم النيابة يعني لرئيس الحكومة جانس المتحالف معه. لذلك نتنياهو في تخبط كبير، ولكن الغضب الشعبي هو أكثر شيء يضغطه، والتراجع الحاصل في شعبيته. كل الإحصائيات استطلاعات الرأي تؤكد بأنه يوم بعد يوم هناك تراجع شعبيته. طيب، على ذكر استطلاعات الرأي أستاذ عايدة، لطالما كانت هناك الكثير من الصولات والجولات لنتنياهو واقتراب يعني انتهاء شعبيته، ولكن كان ينفذ من هذه المصائد إنجاز التعبير ودائما ينجح في كسب شعبيته مجددا. ما الذي يختلف هذه المرة عن المرات السابقة التي كاد أن يقع فيها ومن ثم ينهض من جديد؟ ما الذي يميز هذه المرحلة مع انتهاء شعبيته؟ هل هي بداية النهاية فعلا؟ من يراقب ما يجري في حزب الليكود وفي الائتلاف الحكومي يرى بأنه حتى أعضاء الليكود أنفسهم بدأوا يشعروا أن نهاية نتنياهو قد اقتربت. الأمرين الحاسمين في التراجع هذه المرة في شعبيته هي الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الكبيرة. الناس تقع تحت خط الفقر، البطالة تزداد يوميا رغم الوعود بأنه يريد أن يخفض مستوى البطالة. والأمر الآخر كما قلت هي المحكمة، مثوله أمام المحكمة، ظهور رئيس حكومة يوميا في محكمة في وقت البلاد تعاني فيه من أزمة، يزيد من الشعور بأنه غير قادر لمعالجة هذه الأزمة. بالتالي أنا أعتقد هذه المرة نتنياهو موجود في وضعية مختلفة عن السابق. الأسبوع القادم سيكون أسبوع، أو عمليا هذا الأسبوع الذي بدأ اليوم، هو أسبوع حاسم في قضية الائتلاف الحكومي. قد نرى في نهاية الأسبوع مرة أخرى نتنياهو ينهض من بين الرماد ويشكل حكومة ضيقة، وقد نرى انهيار الائتلاف والذهاب إلى الانتخابات مرة أخرى. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من عكا الأستاذة عايدة توما سليمان، نائبة عن الجبهة الديمقراطية في القائمة المشتركة بالكنيست الإسرائيلية.